المنطقة اللي بيتم فيها طبخ الهجمة، ما بقتش تخليهم تحطهم في التلت الأخراني اللي دايما مساحاته ضيقة، اللي دايما الضغط فيه أعلى، عشان يبدأوا يصنعوا الهجمة. فرق كبير جدا إن أنا أبدأ أصنع الهجمة من هنا، وإن أنا ده شغل الكابتن أسامة نبيه في الفترة القصيرة دي. أكيد أكيد إن هو الترتيبة دي وهي كانت محتاجة التنظيم ده. كارتيرون كان سايب، عشان كده قلت لك في الأول في شوية فوضى، أنت الأدوار مش واضحة، فانت كنت بتعتمد على 2 لعيبه او 3 لعيبه في وسط الملعب ادوارهم بتنتهي، غير ان هم بيسلموا الكوره. في كرياتيفيتي؟ لا مفيش. انا هدي لاشرف بن شرقي وهو هيعدي من واحد ويتصرف، او هجرب سي او هنزل شيكابالا، او هحط اوباما ديفندر تاني. وفاكر لما احنا اتكلمنا على المباراه اللي لعب فيها فجاه 3 4 3، لان ما عندوش الشكل ده. لكن هو النهارده حط فريم، الاثنين اللي في نص الملعب انتوا هتقوموا بدور صانع الالعاب، والثلاثه اللي تحت المهاجم دول هيبقوا دورهم ان هم يحولوا الهجمه من مرحله الصناعه لمرحله الانهاء. عشان كده شفنا فاعليه وخطوره. الحاجه اللي بلوم عليها بقى للعيبه الزمالك نفسها هي تذبذب الاداء. ان انت المفروض هنا بص، الزمالك بعد اول نص ساعه كميه تسديدات قد ايه؟ منها 2 في المرمى، وبعد كده الاداء نزل تماما تماما، ما بقاش موجود. الزمالك ما سددش غير تسديده واحده بس اللي هي بتاعت زيزو اللي احنا شفناها في الدقيقه 68 في الشوط الثاني، من نفس الجملة ومن نفس الهجمة. صحيح. فبالتالي اللي أنا عايز أقوله إن قد يكون التراخي هنا، اللعيبة لازم تفضل حافظة الأدوار، ودي نقطة كبيرة جدا بتلام على بعض اللاعبين.